خلونا نبدأ بقى لقصة أخرى، قصة نجاح مصرية. وأنا بعتبر إنه مصممة الحلى والمجوهرات عزة فهمي هي قصة نجاح مصرية، يعني وصلت لكل أرجاء العالمية الحقيقة. آخر خبر كنت بفتح كده صفحة بلما، يعني بتفرج على الأزياء وحاجات، ففوجئت إنه بالما وهو واحد من أهم مصممي الأزياء ودور الأزياء الفرنسية، مشهور جدا بالتعاون مع عزة فهمي. والحقيقة الصورة كانت رائعة. نشوف الصورة، لا نشوف صورة أنا عايزة أشوف الصورة بتاعة البستيه بتاع بالما يا جماعة. طيب هنشوفها دلوقتي، ولكن الحقيقة إنه الصورة كانت رائعة. دي عزة فهمي وهي بتعمل التصميم، لكن هنخلص بالصورة اللي موجودة على ادي الصورة. لا في صورة اللي نازلة على بالما. طيب معانا الأستاذة عزة فهمي مصممة المجوهرات العالمية. مدام عزة مساء الخير. ايه الصورة دي مدام عزة؟ أهلا. مساء الخير. ايه هما بيسموه صدرية، ولكن ايه البستيه الجميل ده؟ ربنا يخليكي مدام لميس. لا والله عارفة، ما اقدرش اقول لك كم مشروع تحدي بالنسبة لنا، بس عملناه حلو وعملناه شيء مشرف في مصر. يعني ايه الفكرة؟ قولي لي جت منين التعاون مع بالما؟ يعني بالما طبعا واحد من اهم دور الازياء العالمية، واحد من اغلاها وارقاها واكثرها ريفايند يعني. فقولي لي جت الفكرة منين؟ عرفتوا بعض ازاي؟ هم عايزين يعملوا مصر القديمه دلوقتي في المشهد زي ما بيقولوا، في 100 سنه على اكتشاف تطنخ امون، 200 سنه على شامبليون، فكتير من المصممين عايزين يشتغلوا في الفرعوني، فهو يعني طلب مننا ان احنا نعمل له قطعه فرعوني. وبيني وبينك هو التحدي كان انها بادي جولز، يعني مش قطعة قلادة أو بندنت أو كده، لا دي قطعة تلبس. يعني انت معروفة انك بتعملي جولري، بتعملي حلي مجوهرات، ما بتعمليش لبس. فكرة انك تعملي بستيه او يعني حاجة تتلبس، دي جديدة عليكي مدام عزة. بصي هقول لك حاجة، ده شيء موجود تاريخيا مدام لمي. يعني حلي الجسم كان، لما بنتكلم في الفرعوني هتلاقي صنادل معمولة بالذهب، يعني في زوجات تحتمس الثالث كان عندهم صنادل ذهب. التلابيس الاصابع الموجوده في توت عنخ امون موجوده من الذهب. اليونانيين عملوا دروع رائعه. الاسلامي عملوا يعني المعدن استعمل كبادي شيك كتير قوي. طبعا جم المصممين شافوا ان ده انسبريشن وابداع بالنسبه لهم لخيالهم، فلقوا ان هي ممكن يعملوا انواع من الحلي حجمها كبير تلبس، واخده بالك؟ فبقت موضه الفتره دي الحلي الكبيره قوي اللي ممكن، الحزمه الكبيره قوي، الحلي اللي ماليه الصدر، الحلي اللي من الصدر للظهر، يعني عارفه يعني نوع جديد من الابداع، بس اعتقد ان هو له اصول قديمه. فهم اتصلوا بحضرتك، يعني ارجعي لي تاني للقصه، ان هم عرفتوا بعض ازاي او اتصلتوا ببعض ازاي؟ هم كانوا طالبين تصميمات معينه وبعدين لا وصلتوا ان هم طالبين تصميم لقطعه فرعونيه تلبس فرعونيه، واخده اوكي. بالك؟ فعملنا اللي هو العين حورس، لان ليها معنى حلو، هي الحمايه وهي الشفاء وهي الويل بينج، يعني احنا حطينا فيها كمان كل المعاني الحلوه للسيمبلز المصريه القديمه، واخده بالك؟ ليه اخترتي عين حورس يا مدام عزة؟ لانها عايزه اقول لك الجعران وعين حورس والعنخ اللي هو مفتاح الحياه هو الفري سيمبلز اللي كل الناس بتعرفهم. يعني لما تحطي مفتاح الحياه او تحطي الجعران او تحطي عين حورس، This is Egypt. This is old Egypt. خد منك وقت قد ايه؟ هو كان في تحدي لان احنا كان لازم نسلمه في 3 اشهر، فاحنا عشان نظبطه وهو معمول كله ميكس بين النحاس وبين الفضه ومطلي بالذهب 21 او 24،
وانك تظبطيه، وبعدين الولاد يطلعوا باريس يقيسوه على الموديل ويرجع، يعني عارفه شغلانه بس كان بالنسبه لي حاجه لذيذه اعملها. طب هو من قدام عين حورس، من ورا بقى ايه؟ من ورا هو في جناح، وجناح ماسك العين حورس من غالبا حضرتك هتلاقيه في الفيلم بتاع بالمان. هتلاقي الجناح، والجناح له رمز الحمايه كمان، لانه عارفه النسور كانت، شوفي المصري القديم، الفنان المصري القديم كان يشوف النسر واقف يضلل على اولاده بجناحاته، فإتز ذا سيمبل اوف بروتكشن. فاحنا عاملين كل الظهر جناحه مفتوحه، وبعدين نازل منها ال الجعرين ورمز التشن، رمز التشن اللي هي الاستابيليتي. فبقول لك يعني كان قطعه ظريفه فيها كمان معاني كتير ظريفه. قالوا لك ايه بقى لما خدت الفاينل برودكت وخلص خلاص ولبسته المانيكان؟ قالوا لك ايه؟ كانوا مبسوطين متهيألي. أكيد، لأنه أول ما حطوه على صفحتهم أنا انبهرت يعني بصراحة. الله يخليكي. لا لا طبعاً إحنا سعداء وفخورين جداً بالكولكشن دي، خاصة دي كولكشن جديدة بتاعتهم، وأنا عارفة إن أنت عندك كولكشن جديدة أيضاً، أجمل ما غناه العرب من التراث. بالظبط بالظبط، يعني خدنا الشرق والغرب، خدنا العراق والسعودية وسوريا وكله، كل التيمات القديمة للأغاني العربية القديمة عملناها عقود. بتحسي انه يعني التحدي بالنسبة لك ان انت تكوني مع دور ازياء عالية بالشكل ده زي بالما وغيرها؟ لا عارفة، لا احنا مدام لميس احنا اقوية، لا مش بخافش، بس عايزة اعمل حاجة مظبوطة، فباخد وقتي في ان انا ادرس وان انا ابحث وان انا اعمل كل حاجه بروبوشن مظبوطه على الابداع. لا ما بقاش خايفه، لان انا ست متمرسه في الحنين ومتمرسه في التراث. الحقيقه ان الحاجه شكلها رائع، والبستيه او الصدريه زي ما بنقول، زي ما بيقولوا باللغه العربيه بتاعت بالمان، رائعه. ده غير ان كل الكولكشن الجديده رائعه. انا بحييكي وفخورين جدا انه اسم عزه فهمي مصممه الحلي المصريه يكون موجود على دور ازياء. الحقيقه احنا فخورين انه اسم بالمان على عزه فهمي، لانه عزه فهمي اسمها كبير في السوق العالمي، فاحنا سعداء ان بالما اسوسييتد او يعمل مع عزه فهمي، خلينا نقول العكس. فبحييكي تحيه كبيره سيده عزه فهمي مصممه المجوهرات العالميه. بقى خلاص بقت ماركه، بقت اسم، بقت حاجه مختلفه تماما مدام عزه فهمي. كل هذا المجهود، كل هذا الحب، كل هذا الاحساس الشرقي والمصري والعربي داخل هذه الحليه، بتحس انها بتنطق بالجمال. شكرا عزه فهمي.